مدرب او مدرب حراس المرمى بعد قد ايه يبقى شغله بيبان؟ لان في ناس يجي يقول لك بص محمد الشناوي ظهر مع المدير مدرب حراس المرمى الاجنبي مثلا في اول مثلا 4 ماتشات فيقول لك ده الراجل عمل فرق، وهو يعني في مدرب تاني قعد بقاله سنتين بيمرن في شوف بخبرات 45 سنه. لو المدرب يا كابتن محمد بيشتغل صح 21 يوم 3 اسابيع. وانا بقول لك، هتقول لي طب جبتهم منين ال 21 يوم؟ هقول لك من خلال خبرات ال 45 سنه اللي انا عمال احكي لحضرتك عليها. وجدت لو انا اشتغلت مع الحاله اللي معايا مع ابني حارس المرمى وعارف نقاط الضعف ايه ونقاط القوه ايه، تمام، 21 يوم تلاقي. طبعا مش كل 21 يوم هي بتختلف حسب العضلات القابليه واستقبال الحارس المرمى، من اسبوعين لثلاثه. طيب سؤال مهم جدا برضه، وده يعني برضه الناس احنا انا بحب الحاجات دي، مين حارس المرمى كابتن القديم او من القدام اللي انت ممكن نكون احنا ما شفناهمش تشوفه يقدر يلعب في ظل تطور الكرة في الوقت ده يبقى سابق عصره؟ لا انا كان عندي عظماء بس لهم كابتن الكرامي كبير وحش افريقيا سابق عصره، ثابت البطل سابق عصره. لا 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 دي 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 ناس مهما اتكلم يتالف لهم قصص. عادل مأمور سابق عصره، هاني سرور اسكندريه، سطوحي المنصوره، الاسماء كتير عشان ما ننساش. في ظل تطور الكوره ده كابتن ده يلعبوا زمان، ما انت عارف طريقته. انا بتكلم مثلا من السبعينات، كوره مختلفه دلوقتي عن دلوقتي. انت دلوقتي عمال الحارس لو طلع جاب اوفر كورتين اوفر وخدهم صح وشوطه ممكن تحصل ما تحصلش يقول لك نجم المباراه، صح؟ النهارده بقى كنا زمان بقول انا عايز حارس لاعب، دلوقتي لا انا عايز لاعب حارس. ويمكن انا شايف اكتر اتنين بيأدوها منصف محمد الشناوي ومنصف، وراهم يجي ابو جبل. انما اكتر اتنين في مصر، محمد الشناوي جاب جوان كتيره السنه في النادي الاهلي. يعني كان بيساعد هو اسيست. انا مش بقول لك مش هيروح يجيب جول، صح؟ انت شفت منصف في الماتش اللي راح يشوط فيه يجيب جول؟ لا هو منصف كمان طريقه لعب وادي دجله بتعتمد على بدايات من منصف، لا حتى كلاعب يعني حتى لو ما بيعتمدش على دي لو بيعمل الباص بيوصله لواحد اوكي، لان دي بتفرق كتير. اوكي هدي لك بس المعنى عشان بس لو حد من ولادي بيسمعني، اي كوره تتشاط كره عاليه لو اتحطت في نص الملعب دي خطر عليك. لازم على الجنب اليمين او الجنب الشمال، تمام؟ يعني من خط السته وانت ماشي على طول، ومن خط السته الناحيه الثانيه وانت ماشي على طول يا كابتن محمد. تمام. طيب عندي سؤال لحضرتك بخصوص الدوري المصري في السنه دي، يعني من خلال حراس المرمى المتواجدين سواء بنتكلم الشناوي ابو جبل محمود جد شريف اكرامي، شايف ادائهم ازاي؟ هل شايف شريف اكرامي ناجح مع بيراميدز يا كابتن؟ مثلا انا بكلمك مثلا ابتدي بالشريف اكرامي، نجاحه كام في الميه حتى؟ لا هو خرج مصاب الماتش اللي فات على فكره. شوف انا عشان اكون منصف مش منصف في الراي يعني، اما شريف اكرامي راح النادي الاهلي كان رايح من نادي الجونه. الجونه وهو كان جاي من هولندا على الجونه، صح؟ انا كان في الجونه جاي من بره على الجونه، وخد احسن حارس مرمى في الجونه السنه دي، صح؟ مش في نادي الجونه، على مستوى مصر. وراح النادي الاهلي، يعني معنى كده ان شريف عنده امكانيات. الظروف ما خدمتش شريف في بعض الاوقات لظروف اسريه، والقرار اللي خده مع احترامي ليه والاحترامي لرايه وهو انسان عاقل وكل حاجه، هو كان قرار بالنسبه لي انا كفكر صالح مش مظبوط. انا ما سيبش بيتي اللي تربيت فيه، ده خلي بالك اخوه رحمه الله عليه احمد رحمه الله، ده كان حارس يعني العيله كلها النادي الاهلي باكرامي الوحش افريقيا. فانا كان رايي وده رايي ان ما كانش يسيب القلعه الحمراء العظيمه، هو ليه ظروفه كابتن وكان ليه رايه احترم، ولكن هو له رايه وله ظروفه. فهو انت اما تسالني دلوقتي فنان هو مذبذب، اصل حارس المرمى عباره عن ايه يا كابتن؟ ثقه. انت عارف انا كان ممكن والله العظيم
وهذا قسم اتحاسب بيه امام الله ويسمعني يا عصام الحضري، انا لعبت ماتشات لعصام الحضري ورجليه ماتشه، والماتش ده اختير فيه للمنتخب، كان ماتش الانتاج الحربي بالثقه. انت فهمت قصدي ايه؟ صحيح صحيح. الثقه اللي بيديها الحارس وانت لا انسى دي، وانسى ان كان فيها اصابه، فالثقه مش موجوده عند الحارس مرمى، فهي مش موجوده بالظروف اللي هي موجوده دلوقتي. ان النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي ما بيلعبش يا كابتن، ما حتى لو ما بيلعبش يعني الثقة دي ما تجيش بعد المباريات او بعد عدد من مباريات يا كابتن؟ لا تيجي بس العامل النفسي خبراته الموجودة يعني. ما انا عايز اقول العوامل النفسية الخارجية اهلي وبعد كده بيراميدز مع احترامنا طبعا لنادي الاهلي. خلي بالك ان النادي الاهلي له جمهوره العظيم من زمان، اما تيجي انت تسيب النادي الاهلي بيبقى اكيد واحنا كلنا الميديا الايام دي فده بيأثر. خلينا نكون منطقيين. صحيح صحيح. يعني ما فيش حد هيقول لك لا انا هقفل ومش هبص ومش هعمل فيعني فهو طبعا اتمنى من الله لانه هو ولد على خلق عالي جدا. هايل هايل، شخصيه جميله، ابن عيله كرويه محترمه كلنا عارفينها. اتمنى ان يبقى النهايه بتاعته نهايه جميله جدا. طليق الف سلام عليه طبعا الماتش اللي فات يا كابتن. طبعا اتصاب وخرج مصاب، ومهدي سليمان هو اللي كان متواجد. وخلي بالك انا حضرت مع شريف بداياته في الشباب، يعني من الناس اللي انا بعتز بيها جدا جدا جدا. طيب بالنسبه للشناوي وابو جبل حتى الان في ادائهم مع الناديين، لا محمد الشناوي انا بعتبره كان عنده عيب يعني قدر انه يتخلص منه، كان في التمركزات اللي هو يعني هقربها لك، كنا زمان نقول يا شناوي ايه اللي طلعك ضرب الجزاء، تمام فاكر حاجه زي كده؟ تمام. لا دلوقتي بيطلع باحساء، بيطلع في اللي هي احنا قلناها، حارس المرمى لو تشوف اي حارس مرمى يا كابتن فاروق يغلط في العالم وانت مغمض قول كابتن فكري قال التمركز او اللي هي المساحه، اللي هي التمركز السليم في التوقيت السليم في المكان السليم. تمام. فهو الحمد لله حاليا دلوقتي عنده الحته بتاعت انه بقى كمان اللاعب رقم 12 الاسيست اللي انت بتقول عليه، الاسيست انه بيسيطر على خط الظهر. فالدور ده كلنا شايفين الكلين شيت اللي هو عامله للنادي الاهلي، الاداء بتاعه ساعات النادي الاهلي بيجي عليه وقت يبقى دي كوره صح بنلاقيه موجود، اللي هو بقى قلنا الخط الاخير كحارس مرمى ده البوزيشن صعوبته في كده. ابو جبل بقى كده. ابو جبل نفس القصه، مش ده ابو جبل اللي كان في انبي، مستواه اتغير تماما، اتغير صحيح. فللامانه خلي بالك ان زي ما انا قلت في دور للمدربين الموجودين، لان حتى ما بيجي لعب علي لطفي وهو ما بيلعبش خالص بتحس ان علي لطفي بقى واقف على ارض صلب. جنش اما يلعب نفس القصه. فده اللي انا عايز اقوله، تحيه من هنا لكل المدربين الموجودين سواء اللي ذكرت اساميهم او لم اذكرهم، لان لهم دور النهارده ما شاء الله. وبحمد ربنا ان انا من سنتين ربنا الهمني ان اللي انا شفته في الامارات، لان لما رحت الامارات كانت بدايتها داعيني في دوره. اما رحت هناك لقيت الدوره دي رقم 2 دوره تطوير علم حراس المرمى. فقلت بقى مصر ام الدنيا ولا ورشه. فجيت والحمد لله انا ما شاء الله كابتن. طيب عندنا في نادي الزمالك